يا حبايبي الحلوين، هاليوم اريد اسوي اكل. احتاريت شنو اسوي لابو سمرة اكل، فقلت اليوم اريد اسوي هاي الباستا ويا التشيكن. طبعا هاي خليت اني شوية هنا هم هنا يعني زيت وشوية هاي من الزبدة، خليني شوي شنو موعها. راح نخلي شوية ثوم بالشكل هذا اثنين فصين اهرسهم، بس احرسهم وياهم. هاي اكله بسيطه اليوم سهله، وهاي هسه راح اخلي وياها الفطر المشروم. اعرف هو يحب السرير. هاي راح تكون طيبة ان شاء الله. وهذا طبعا هذا الدجاج انا كنت شاويته، وهسه همين اخليه اياها كل شيء راح وش ريحته طيبة. ريحته طيبة ها عجبتك؟ ان شاء الله حتى طعمه يكون طيب. طبعا اليوم انا مستعملة هذه النوعية اللي راح اسوي يعني الباستا يعني معكرونة بالجبنة البيضة. وهسه راح اخلي لها الباستا. عندي شوية هنا من السبينتش سبينار شوية بس عادي. اوكي، وبعدين بالاخير راح اخلي هاي قطعتين جبن. هذا نوع من البابر جاك يسموه، هذا شوية يعني حار سبايسي، بس راح اخليها الشكل اللي فوق وهي تموع وياها. اوبس. بس شوي خليه يحمى الفرن. وهاي هي، وشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. احبكم، اقطع.